السلام عليكم، يا مساء الخير، يا هلا والله ومرحبا. يبخر بمثل هذه؟ ايوه يبخر، لو كان ما يبخر ما اشتريناها، لكنها والله كبيرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. يا هلا وسهلا، شوفوا هذا اللي هنا موجود الحين، اضغط عليه واسمع شو بيطلع لك. هذا اللي هنا، اي اضغط عليه. قرأت رسائلكم كلها، ما في صوت. لو تضغط الأزرار هذه اللي هنا كلها وتخمش الشاشة، ما في صوت. شفت الوضع النفسي هذا اللي أنت عشته في الثواني المعدودة هذه، وأنت تحاول تضغط وعفس وجهك وزي كذا، ها، وما في نتيجة. هذا اللي يجده اللي يشتري شيء ويجد عكسه. اشتريت أدهان تبغى تتعطر فيها وتجدها فاخرة جداً، تجد جودة التغليف والكلام، ها، ويوم تجي تطيب منها تكون الصدمة أحيانا أنك لا تجد فيها رائحة أبدا. تعيش نفس الوضع هذا اللي أنت عايشه قبل شوي كذا، نفس الوضع أنت تعيشه، ومع هذا أن تجد هذا في ميسة. يوم يوصلك طلب، والطلب هذا تكون أنت طالبه على مواصفات ومقاييس محددة وحسب شرح واضح كان قدامك، إذا جاك الطلب هذا يكون أحياناً ملبس بتغليف فاخر وزي كذا، ولكن في داخله ما تجد. فهذه هي نفسها يوم أنك تضغط ضغط ضغط زي كذا، تمام، ضغط ضغط ضغط، خلاص ما عاد في رايح، تشم 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 تشم، صبة ما له شيء مرة. طيب إذا طلبت طلب وجاك وكان تغليفه مثلاً بسيط، على سبيل المثال نحن نقدم في عروضنا تغليف متواضع، ليش؟ عشان يساعدنا. ما نقدر أبدا إذا كانت هذه أرباحنا، عز الله ما شاء الله تبارك الله، ما نقدر. لذلك نحن نتنازل عن جزء من الأرباح في عدد وكمية محدودة، وأيضا التغليف ما نقدر نحط تغليف فاخر على طول. إذا طلبت منتج وكنت أنت تنتظر أنك تستوفي الغرض منه، طلبته وجاك بتغليف فاخر وكان عليه مدح ووصف أكثر مما يستحق، فإنك أنت أول شيء تبدأ تشمه، ما في رائحة، تصب ما في رائحة مرة مرة مرة، تضايق. نفس حركة وانت ترفع الصوت تبغى تسمع وما في صوت. بعكس تماما لو أنت طلبت من عندنا ميس من ورد الطائفي وجاك الطلب بهذه الطريقة، قريت بياناتك على الطلب، شفت الطلب، بدأت الطلب، أول ما بتشوف اللوجو أنت معروف ما يسمى ورد الطائفي، الحمد لله يا رب لك الحمد والفضل والمنة، بنينا سمعة الحمد لله بجودة منتجاتنا، وبديت فكيت الطلب. أنت لين دحين في مرحلة رفع الصوت، طيب في بداية مرحلة رفع الصوت، وخدت على سبيل المثال هذا مخلط ما يسمى ورد الطائفي، بس قطرة واحدة من المخلط، تمام، وتشم، كأن الصوت كان صامت، وضغط ضغطة واحدة صار فل.
أنا هنا استوفيت الغرض من المنتج اللي اشتريته، أنا هنا ارتحت نفسيا تماما، أنا عشت كذا عكس الشعور الأول. الشعور الأول اللي كنت أرتجي إني أشم أو إني أرتجي إني أسمع صوت وما فيه، أرتجي إني أشم ما فيه، لا أنا بمخلط وبمنتجات ميسم ورد الطائفي بإذن الله إنك تجد ما أنت شريت لأجله. شريت أنا لأجل إني أميز نفسي برائحة مميزة غير متكررة، كل الحضور ألقاهم الطيبين بهندي، وأنا أجي بمخلط بنكهات مميزة. اللي يشم يقول هذا من طيب ماليزي، اللي يشم يقول هذا وش بطيبه، فالطايفي مخلط عود ما أدري. هذا كذا أنا راح أكرر الشراء، وأنا شريت المنتج اللي استوفيت الغرض منه بعكس تماما يوم ما أجد رايحة، لأن أكرر الشراء ويمكن أني أطلب استرجاع وقد نصب نصه وأنا أكرر. أبدا، المنتجات اللي نقدمها إن شاء الله بإذن الله تستوفي كامل الغرض اللي أنت شريت من أجله. من بين حالتين الشعور اللي قربنا لكم إياها، والوصف تراه يعني ما أعطى حقه، أنت غير أنك تبغى تسمع مقطع وغير أنك دافع فلوس وترجي شيء. الوصف يعني كان يبغى له يعني توضيح أكثر من كذا، لكن هذا أكثر شيء نحن وصلنا له معكم، اللي هو إن شاء الله بإذن الله إذا طلبت من عندنا منتج ما راح تعيش الشعور اللي هو القلق إنك تبحث 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 ولا تجد ما كنت تبحث عنه، لا بالعكس، إن شاء الله بإذن الله أنا بنفاجئك، بتحصل منتج يفوق التوقعات اللي كانت أنت تتوقع اللي كنت تتوقعها في هذا المنتج، بذلك هذا المنتج راح يكون صديقك، راح يكون معك على طول، أنت إن شاء الله بإذن الله إنك تكرر الشراء وتنصح الناس أيضا إنهم يشترون الزين.